انت يالا انت هتقوم يالا ولا اجي اصحيك بطريقتي؟ اوف ايه يا بابا؟ نعم في ايه؟ اطلع اثبت الدش، انا مش عارف اتفرج على التلفزيون. تلفزيون يا بابا؟ اسمه تلفزيون. تلفزيون واتفر يعني مش هتفرق كتير. قوم يالا عشان هيفاء هتفوتني. ايه هيفاء؟ هيفاء ايه؟ مين اللي قال هيفاء؟ محدش قال هيفاء. لا انا بقول المساء، المساء في برنامج كده بيجي. انت هتزهقني ليه؟ ما تقوم يالا يلا. حاضر. خرب بيت الطبق وسنين الطبق. ايه ده؟ انت بت الواد ابن الكلب ده اتاخر كده ليه؟ اما اروح اشوفه. بقول لك ايه يا قلبي، هعدي عليكي بالليل نبقى نخرج شويه ماشي؟ بقى انا قاعد زهقان تحت يا كلب وانت قاعد تحب لي هنا؟ ده انا هنفخك، تعالى لي.